لم يكن الإرهابي محمد العربي زيطوط ليختلف عن سابقه الإرهابي أمير بخرس المدعو أمير تزاد، فكليهما شرب من كأس الخيانة، وكليهما لم يكن همهما سوى الشهرة والمال مهما كان مصدره ومهما كان الثمن. ولم يكن الإرهابي محمد العربي زيطوط إلا مثالا لذلك الخائن الحاقد على وطنه، همه الوحيد هو أن يغتنم أي فرصة أو مناسبة ليعبر عن ذلك الحقد الدفين. حتى خطرة العربي زيطوط كشفوا ربي في لايف، إنسان ربي كيحب يكشف عبده، يكشفوا في زلة لسان، كان يهضر في اللايف نريد، كي جا في دولة قال لهم نريد دولة إسلامية، من بعد حبست كيكا روحه قال عفوا ما على باليش كيفاش جا الإسلام في راسي، أنا مسلم لكن نحن لا نريد دولة إسلامية، نريد دولة العدل ودولة مدنية. هاو كشفك ربي هنا قلتها. من بعد مور هذا اللايف موره مباشرة عيط لي إسماعيل زيطوط، واش راك بن حليمة لاباس؟ قال لي كنت تبع في اللايف تاع الحاج، قلت له تبعته، قال لي شفت واش قال، قلت له شفته، قال لي كارثة، قال لي مشكلة، قلت له علاش؟ قال لي غادي يشدوها لنا هذه تاع نريد دولة إسلامية. العربي زيطوط لما كنت في مركز الشرطة بالجزائر العاصمة جابوا خوه معايا عبد الرحمن زيطوط، جابوه معايا في السونترال ثم تحقيق، شفت فيديو تاعو يهضر على اليوتيوب يقول لهم اخي عبد الرحمن الاخي الاصغر في العائله اختطفته المخابرات، قوه خاصه من المخابرات اقتحمت المنزل، حتكذب على الناس. والله غير كشفت الفيديو هذه، شفت المقطع الاول حكمني فوغي، شغل هبلت بالضحك. ما اعتقلوا مخابرات، ما اعتقلت قوة خاصة تاع مخابرات، ما جاء شرطي عادي قدم روحه دخل عنده اداه معاه وراه في التحقيق، وكان معايا عند الشرطة، ما اعتقلته مخابرات، ما اعتقلوه جدارمية، ما واحد توشاه، ما واحد، او كونترير لما كنت معاه قال لي يوم عرضوني على طبيب وقال لي علي لي راني ديسكال وداروا لي سكانر وداروا له كلش، هذه هو قالها لي فمه لما كنت معاه. والعربي زيطوط قاعد يضخم فيها، العربي زيطوط لما هبطوا محمد عبد الله للجزائر بدا اخوه اسماعيل زيطوط عبر الصفحات الفيسبوكيه، لانه هو جماعه راشد عندهم جناح اعلامي كبير، احنا نطرقوا له فصلوه عنده جناح اعلامي كبير، بدا خو زيطوط مع زيطوط بدا على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عبد الله بدون محامين، محمد عبد الله بدون محامين، محمد عبد الله بدون محامين، بدا شغل يهضر، راحوا له محامين، ثلاث محامين راحوا له تاسوا في حقه لما كان في قليعه. واش يدير العربي زيطوط؟ يروح ينحي هذوك المحامين عن طريق بيان نشروا على صفحه تاع محمد عبد الله، هو اللي نشر هذاك البيان وهو اللي نحى هذوك المحامين، هذوك المحامين الان اللي راهم اللي نحاهم العربي زيطوط راهم متاسين في القضيه تاع خوها عبد الرحمن. علاش مادام كتبت بيان على محمد عبد الله ونحيت دوك المحامين وانت عندك الحجه اللي قلتها لي، قلت لي انه هاد المحامين اللي نحيتهم انا يخدموا للمخابرات، مادام نحيتهم لمحمد عبد الله ينحيهم اخوك، دير لهم بيان وقال ما تاسوليش في قضيه تاع خويا، علاش خوك حلال ومحمد عبد الله حرام؟ هو دائما يقول الجزائريين متواجدين في الخارج وهذه الدولة تسمح في ولادها وما تحبش دخل المواطنين الجزائريين، معليش غلقتوا على جال الكورونا لكن دخلوا الجزائريين، خلوا الجزائريين يشوفوا ولادهم، خلوا الجزائريين يشوفوا عائلاتهم، يا اخي دائما يقول هكا ويقول لهم روحوا ظهروا امام القنصليات لانه الدولة الجزائرية راهي غالقة عليكم الحدود الجوية شغل باش ما تدخلوش. انا حبيت نسقسيه، والله غير حبيت نسقسيه سيريو، اسكو يقدر يقول في لايف على المباشر انا قلتها لخوه لما كان معايا، قلتها لخوه، قلت له خوك علاش يكذب ويقول باللي الشعب الجزائري ماهوش خالينا يدخل، قلت له هاي اختك دخلت للجزائر، قلت له علاش زيطوط ما يخرجش في لايف ويقول اختي اللي متواجده في فرنسا اللي عايشه في فرنسا دخلت للجزائر وما كانش اللي دنا ليها، قلت له علاش يقول راه كاين تضييق وراهم يتربوا لي في خاوتي وراهم يديروا وراهم يعاملوا، علاش ما يقدرش يقول بلي اختي هي دخلت ونورمال ما كانش اللي دنا ليها؟ خوه واش قال لي؟ قال لي والله ما كان على باله،
قلت له ايه معليش، قلت له بصح النهار اللي دخلت خلاص دخلت، كان على باله بلي دخلت، وهي دخلت في لابيريود النهار اللي كانت يماها مريضه بكورونا، ربي شافيها، على باله بلي دخلت. يخرج في لايف ويقول الحقيقه، قال اختي دخلت وما كاش اللي دنا ليها وبارك الله فيكم. نورمال عادي، نورمال ما كاش اللي دنا ليها، قول الحقيقه. علاش دائما تجيب غير النيجاتيف نيجاتيف 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 نيجاتيف؟ قول ما دناش ليه، نورمال. انا واحد من الناس لما كنت متواجد في الخارج ما كاش اللي دنا العائله تاعي، ما كاش اللي دنا لها، لا الاجهزه الامنيه تاع سواء تاع المخابرات، لا 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 بوليس، لا العسكر، لا ما وتا واحد، ما كاش اللي دنا ليها، ما كاش زيطوط ولا امير قسما بالله يعني العظيم. ما نحلفش باسكو ماشي مجبر، باسكو نقول في الحقيقه. اسمعي زيطوط يكتب ان باراغراف، السلام عليكم استاذ، اود ان ابلغكم عربي زيطوط كي يقراها كيما هكا، انت تحسب واحد سورس بعثها له، هو السورس تاعو شكون؟ اسمعي زيطوط هو اللي يعطي هذه المعلومه على اساس شغل، هو من بعد يزيد يكبرها، هذا اللي بعث لي هذه المعلومه ضابط سامي في الجيش الجزائري حياه الله، انت تحسب بالصح، بصح هو المصدر تاعها. اسمعي زيطوط بالنسبه لغاني مهدي، غاني مهدي رحت شاركت معاه في حصه، شاركت معاه في حصه على قناه 22 بعد ما اعتقلتني الشرطه الفرنسيه. عيط لي انا عبدو سمار، ما عيط ليش غاني مهدي، عيط لي عبدو سمار قال لي بالحليم ما تشارك معنا في حصه والقناه راهي جديده وانت الاول اللي غادي تدخل على القناه وكلش. قلت له انا ما نجيش وحدي، قلت له نجيب معايا اسياق الشوت. قال لي اوكي ماشي مشكل. قال لي بصح علاش تجيب معاك اسياق الشوت؟ قلت له نجيبها معايا اونكا شغل تحب دير معها انترفيو ولا كش ما ت... قلت له خاطر غادي تسقسيني على محمد عبد الله، قلت له انا ما على باليش، قلت له هي رايحه على جمعيه باسم محمد عبد الله، قلت له هي تجاوبك على، قلت له انا ما نهضرش على محمد عبد الله، قلت له باسكو ما على باليش واش كاين، وصح ما على باليش واش كاين. حضرت هذيك المداخله مع عبدو سمار، الحاجه الشابه انه خلاوها كيما راهي، ما كوباو منها ما نقصوا منها، خلاوها كيما راهي. مور اللي كملت المداخله تاعي مع عبدو سمار، عيط لي غاني مهدي ثم في البلاطو، قال لي روح، قال لي نسلموا عليك، قال لي نديروا معاك حصه كيما هذيك اللي يديرها امير زعما في الفوتي مريح هكا. قال لي ندير معاك حصه، قلت له ماشي مشكل. قلت له تاع واش حصه؟ قال لي تاع سكوب يعني يسقسيني وين زدت وتربيت، اشكو لعبت في صغري بالبوشونه تاع الغاز وفايس هكا، وشغل وين جيت، كيفاش كان احساسك، شكون قال لك جاجي، شغل امور دي سكوب هكا، شغل امور خاصه تاع حياتي. قلت له اوكي ماشي مشكل. دخلنا نهضروا فعلا لي سكوب هادو، سقساني واحد السؤال، قال لي واش حاب تكون في المستقبل كي كنت صغير؟ قلت له كنت حاب نكون معلق رياضي، شغل امور عاديه. في نهايه الحصه شغل يوقف يخمس عليك ويعنقك هكا، شغل بجنب خمس عليا عنقني، قال لي قول كلمه للمشاهدين على استغفر الله، قبل ما يعطيني الكلمه قال هو كلمه، قال اليوم كان معنا اخونا محمد بن حليمه واستضفناه هنا في قناه 22 وجمعيه التحدي هي اللي ستتكلف بالمحامي تاع بن حليمه، بون بن حليمه كي تخرج منا عطينا لي كونت بونكار تاع المحامي تاعك وحنا نفيرسيوه لهم الدراهم. انا ريبونديت له ثم قلت له بارك الله فيكم وشكرا على قناه 22 على الاستضافه وان شاء الله ما تكونش الاولى وما تكونش التاليه، وتابعوا قناه 22. مشيت رايح خرجت، كي كنت جيت مهود في لي زيسكالي كملت دات دولي في راسي، كيفاش جمعيه التحدي هذه حبت مول لي المحامي تاعي وتفينونسيها؟ فهمتش. سقسيت اشياك شوت، قلت لها كيفاش هذه لافير تاع المحامين وغادي هو يخلصهم؟ قالت لي نورمال، قالت لي الا حاب هو يخلص محامي، قلت له نعطوه لي كونت بونكار وتفينونسيهم جمعيه التحدي. قلت لها لا لا، قلت لها جمعيه التحدي هذه راهم فاتحين عليها اون انفستيغاسيون في لاسويس على تبييض الاموال، قلت لها انا ما نريسكيش، قلت لها نعطيها انا. من بعد قلت لها يبدا يدخل في الدراهم ويقول لهم باش نسربوا المحامي تاع محمد بن حليمه، المحامي تاع محمد بن حليمه. قلت لها هو يدخل دراهم على ظهري؟ قلت لها نو، قلت لها ما قبلتش. كي كنا كي هبطنا من ليزيسكالي قلت لها ما نقبلش، قالت لي اوكي، قالت لي ماشي مشكل، قالت لي والحل؟ قلت لها الحل، قلت لها كنعيط لعبدو سمار يقلع المقطع. قالت لي اوكي ماشي مشكل. عيط لعبدو سمار، قلت له يا عبدو، قلت له قول لغاني
المقطع تاع جمعية التحدي اللي راح تتكفل بالمحامين تاوي، قلت له ما تنشروش هذاك المقطع، هذاك المقطع نحيه. قالها هو الغاني مهدي، كي قالها غاني مهدي، غاني مهدي ما عجبوش الحال، ما حبش يبيبلي ليميسيون. وليت كل من نعيط لعبدو سمار نقول له وقتاش تبيبلي ليميسيون، يقول لي راه عندنا اون بان في الصون اللي يخدموا المونتاج تاعنا ما همش قاعدين، راه عندنا خدمه واحده اخرى. تما دائما يدير لي سبا شغل باش ما يبيبليش هذاك الفيديو. انا عرفت باللي ما راحش يبيبلي الفيديو على جال هذه تاع جمعيه التحدي، كي قلت له نحيها باسكو نحيت له الخبزه من فمه، تاجرش باسمي. ان المتتبع لكل المحطات التي مر بها الارهابي محمد بن حليمه في رحله الخيانه يدرك ان الاخلاص والوفاء للوطن هما خصلتان لا يتسم بهما الا الرجال الشرفاء، واما الخيانه والغدر فهما جرمان لا تجدهما الا في قلوب ذوي النفوس المريضه والحاقده التي باعت شرفها بابخس الاثمان. لذا وجب على كل جزائري غيور على وطنه ان يدرك ان ما تتعرض له بلادنا من حملات عدائيه واعلاميه هو مؤامرة أحكمت فصولها وحلقاتها في مخابر معادية هدفها النيل من وحدة الجزائر واستقرارها. لما كنت في إسبانيا كنت نشوف فيهم شغل حاجة كبيرة، وشغل راني ناضل معاهم، وشغل هادو رايحين كما نقولوا يقدموا إضافة. لما رحت لفرنسا بعد ما صارت لي ضغوطات في اسبانيا وكلش، لما رحت لفرنسا احتكيت بالعناصر تاع راشات تما، احتكيت بامير، بديت نديكوفري في لي كونفلي بينو وبين زيطوط، زيطوط يشكيلي، امير يشكيلي، بديت نديكوفري شغل الكبه تاع الخيط، وقعدت نجبد في الخيط منها، نجبد نحوس نعرف كل حاجه، نحوس نعرف، بديت نشوف، بديت نديكوفري، عرفت بلي هاد الناس مجرد خوانه عملاء، ما بيهم لا نضال، ما بيهم لا كيما نقولوا الجزائر تظهر وتتقدم لا والو. الهدف تاعهم الوحيد جمع الاموال ونسى، هذا هو الهدف تاعهم الوحيد. انا على بالي احتكيت مع شباب راهم هنا، احتكيت مع شباب راهم في سجن الحراش، احتكيت معهم، هضرنا على رشيد، هضرنا على زيطوط، هضرنا على امير. صراحه كلهم وهذه حقيقه نذكرها، كلهم كرهوهم لانه عرفوهم بلي الناس دي ميرسونير ماهمش تاع نضال، عرفوهم بلي طبعوا في ولاد الناس للزواوله. شحال من واحد مسكين زيطوط يتم لولاده وخلاهم بلا حشا، وخلاهم بلا غدا، وخلاهم شحال من واحد يتم له امير ولاده، العديد اللي راهم في السجن بزاف. تلاقيت معهم، احتكيت معهم، حكاوا لي الحقيقه وقالوا لي هادو ماهمش عباد وخلاص، غسلنا يدينا منهم وما مكن نخرجوا، خلاص سي بون، ما ندوروش بهم، ما ندناوش ليهم، ما نسمع لهمش اصلا. هذه عشتها وقالوها لي وشفتها بعيني، يعني ناس راهي على بالها واش كاين، على بالها. حتى انا شخصيا لما احتكيت معهم وشفت العجب بالعجاب، ما نكذبش عليك، حتى لما كنت تما كنت معول سي بون ديفينيتيف، نشوف حل، يا اما نحبس واش راني قاعد ندير، يا اما نهود وندخل البلاد، يا اما المهم نشوف حل. كنت معول نحكم بلاصه ونولي ستابل، ونقدر نخمم ونقدر نلقى حل باش نحبس واش راني قاعد ندير. لانه لما تشوف الاشياء اللي كنا نتكلموا فيها في اللايفات، كاين صوالح اللي كاين ناس دنيت لهم بدون وجه حق، ما نعرفه لا من بعيد لا من قريب، ما هو فاميلتي، ما هو صاحبي، ما دنيت له اصلا، كاين حوايج ما داروهاش فيه، ما دارهمش هو، كان تلحقني دي فوز انفورماسيون، ما على باليش يكون دي فو بروفيل يبعث لك، ما على باليش يكون هذا اللي قاعد يبعث لك. وثانيا اسماعيل زيطوط والعربي زيطوط هما اللي كانوا يمدوني تقريبا بجل المعلومات. اصلا كانت شغل ان بروغرام، شغل ان بروغرام، انت هاوش دير انا ولا واحد اخرين، كشغل بروغرامي خارجه من عند زيطوط، بروغرام كشغل يعجنها يصنعها ويمدها لك، يقول لك هاك. علاش هو يستغل الناس مثلا كيما امير،
ضغط عليه بملفات، ضغط عليه بالدوسي تاع لي كابتور ديكرون تاع الادسنس تاعو واش عليه دخل، اليوتيوب تاعو واش عليه دخل، باي بال تاعو واش عليه دخل بلي كابتور ديكرون، الباتريون تاعو واش عليه دخل بلي كابتور ديكرون، قاضب عليه كلش بالبروف تما يقدرش يتحرك، تما يقول له راك هضر على هذه هضر عليها. انا ما كان حاكم عليا والو، بصح على غالب كنت في حاله مزيره، وكانوا يقول لك نعاونوك ونريقلوك ونشوفوا لك دي زافوكا وتخرج هنا عندنا الانجليز ونشوفوا لك ديك، وذاك شبه خصك حاجه وراك في الاسبان جون جوليك ونعاونوك، ولا كش مخصك دراهم ولا حاب تكري ولا نعاونوك. انا من هذا المنبر نقول له يا زيطوط ما تجيش تتكلم باسمي، هذه وحده، الله يرحم والديك خلي لي عائلتي تروكيل، ما تجيش تدور لي بعائلتي، لا انت لا غيرك اي واحد، أنا هنا في بلادي، قدر الله ما شاء فعل، واللي جات مرحبا بها. غلطت، درت أمور وارتكبت أمور نورمال ما نرتكبهاش، واللي غلطت معاه إن شاء الله يسمح لي أيضا. الناس اللي سبيتهم ولا اللي تكلمت عليهم بالشر، ولا كاين ناس ربما هدرت عليهم معلومات، لغالب أنا كاين ناس عطاتني معلومات ربما ما قدرش نتأكد من المعلومة من أشخاص واحد أخرين، ما قدرتش نتصل ديريكت بالشخص هذاك مباشره ونقول له اش كنت فيك هذه وفيك هذه، تكلمت عليهم انا مباشره ان شاء الله يسمحوا لي، هذا ما كان ان شاء الله يسمحوا لي في الدنيا قبل الاخره، وان شاء الله من الشباب الجزائري ايضا ما يتبعش هاد الناس، ما يتبعش هاد الناس، لاني انا شخصيا عشت التجربه هذه واكتشفت ديكوفريت بزاف صوالح، كاين بزاف جزائريين اللي راهم مخبيين امور ربما ما نعرفهمش انا. انا نتمنى من الجزائريين هذو اللي يعرفوا امور على زيطوط وعلى امير وعلى على كاع اللي سيرتو اللي يتعاملوا مع دول خارجيه ويتعاملوا مع المخزن ومع لي فرونسي واللي يعرفوا عليهم معلومات، اخويا اتكلم واش تعرف على هاد الناس، قول الحقيقه. ولان خيوط المؤامره بنيت على باطل، والجزائر اكبر من ان ينال منها امثال هؤلاء الخونه الذين يختبئون كالجرذان في جحور أوروبا ويحاولون أن يظهروا أنفسهم كأبطال في مواقع التواصل الاجتماعي وأنهم أصحاب قضية ومواقف، وهم في الأصل أدوات في أيدي مخابر معادية توجههم كيفما تشاء. ولأن هذا الوطن مسقي بدماء الشهداء ومحمي بأبنائه الشرفاء، فقد تمكنت بلادنا بفضل الجهود التي بذلتها في مرحلة أولى من استعادة الإرهابي محمد بن عبد الله، وبعده الإرهابي محمد بن حليمة، والبقية ستأتي، وإن غدا لناظره لقريب، وسيظل جرم الخيانة يلاحق الخائن أينما حل وارتحل، سواء كان مستخف بالليل أو سارب بالنهار، وعلى الشعب الجزائري أن يكون واعيا بكل هذه المخططات وأن لا ينساق وراء تلك الأوهام التي يروج لها هؤلاء الخونة والتي مآلها الهلاك.